انا بشتغل بهذا المكان من 4 5 سنوات. نحن اساس شغلنا بوقتنا ببلدنا الخرضوات. اجينا هون اشتغلنا بالخرضه، يعني جتنا شغله جديده، موضوع القذائف، نظام يضرب قذائف صواريخ على الناس معظمها ما تنفجر. الناس الشيء لو تبين اياها يعني ها الادوات القتل والاجرام والنظام اللي كان يضرب على الناس تحولت من ادوات قتل لادوات باب رزق ومعيشه للناس جميعا. احنا هون بنلعب بالسيارات، بنشتغل، بنطبق قذايف. ونحن بنخاف، يعني بنخاف تفجر علينا شيء قذيفي، ويعمل عدة أصناف من قذايف مليانة.